كلام معقول بعدنا ما خلصنا من قضية الدولار وشكل الوضعية داخلة على أزمة جديدة تتعلق هالمرة بالانتخابات والتعديلات الدستورية. الملف الأول، يوم أمس الإطار عقد اجتماع في منزل رئيسة ائتلاف دولة القانون نور المالكي بحضور السوداني لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية وتحديدا ملف الموازنة وقانون الانتخابات المحلية وانتخابات مجالس النواب وأيضا التعديلات الدستورية اللي ينوي القيام بها السوداني خلال المرحلة المقبلة. ذات الملف، ذات الموضوع، إذا ما تحدث عن الانتخابات، يعني قبل مدة أيضا اجتماعات تحالف إدارة الدولة ناقش نفس الملف، واليوم مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية. المهم، أحد النواب كشف بأن الاتفاق السياسي يتضمن أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة بالاعتماد على قانون سانت ليغو، رغم أنه هناك خلاف ما بين 1.9 و1.7، إضافة إلى بعض الأمور الأخرى مثل العدوى الفرد يكون داخل المحطة إلكترونيا ويدويا، وفي حال عدم المطابقة تتجه المحطة إلى مكان آخر مركزي ليكون العدوى الفرد فيه. في حين الاعتراضات على المقترح زادت، ومنها كتل وقوى مدنية قالت بأن مقترح قانون الانتخابات يعاني من الخلل بالمضامين القانونية السليمة وبحاجة إلى إعادة دراسة في اللجان النيابية. معبرين طبعا هذه الجهات التي ترفض عن رفض التام لتشريع هذا القانون وعدم التصويت عليه. بينما اعتراضات النواب المستقلين سبب أيضا سانت ليغو اللي إحنا حكينا عليه واللي هواية عراقيين يشوفون به بأنه انفصل على مقاس الكتل والأحزاب الكبيرة اللي حتأكل الصغيرة والمستقلة. ومع كل هذا، هناك من يعتقد بأن الانتخابات لن تجري في الموعد المتوقع لا في شهر أكتوبر المقبل من هذا العام، والسبب هو اعتراض الأطراف المدنية والمستقلة على القانون وأيضا غياب التيار الصدري عن المشهد الانتخابي، والثالثة تتعلق بتنظيم المحلية وتغييب البرلمانية اللي كان من المفترض أن تكون هي المبكرة، لكن يبدو الإطار عند واهس حتى يفتح كل الملفات سوى.